باسم يوسف في ما علينا ما علينا، بالاشتراك مع خالد منصور وأيمن وطار. باسم يوسف على الراديو 90 90. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا ما علينا على الراديو 90 90. أنا باسم يوسف، معايا أيمن وطار وخالد منصور. أهلا يا جماعة، عاملين إيه؟ مساء النور. أهلا أهلا خالد، أنا عايز أسألك سؤال. تعرف إيه عن الديمقراطية؟ بص يا باسم، أنا ما بحبش أجيب في سيرة حد صراحة. بعيدا عن أنشة خالد، الإجابة واضحة. ديمقراطية يعني حكم الشعب، الأغلبية تحكم. بس كده؟ هو في غير كده؟ أهو ده بيفكرني بالنقاشات اللي أنا كنت بخشها مع أصدقائي الإسلاميين. أنت عندك أصدقاء إسلاميين يا باسم؟ ثانية واحدة، أنت عندك أصدقاء أصلا؟ ما علينا، دايما اللي بيخش معاك في النقاش دهوت بياخد لك جزء صغير من الحقيقة ويبني عليها رأي كامل متكامل. زي إيه يعني؟ يعني مثلا لما تيجي تقول له إن المفروض نفصل الدين عن السياسة، يتنطط عليك بالمعلومة المحفوظة: يا معلم بقول لك ملكة بريطانيا هي راعة الكنيسة، وإن مش ممكن يجي ملك من خارج طائفة البروتستانت، أو إن هناك 16 دولة في العالم بيذكر دستورها إن المسيحية هي الديانة الرئيسية للدولة، وياخد ده بقى كدليل على إن حتى الدول العلمانية لا تفصل الدين عن السياسة. طب ما هو كلامه زي الفل ده. برنس يعني. أيوه، بس هو بيتجاهل بقية الصورة يا معلم. هو مثلا بيتجاهل إن الملك في بريطانيا بيملك ولا يحكم، ومالوش ان هو يتدخل في التشريعات ولا ان هو يفرض امر ديني على الناس، وان بقيه الدول اللي بتذكر المسيحيه كدين دوله في الدستور بس هي ما تقدرش تفرض على الناس احكام دينيه، ولازم تحتفظ بطبيعها المدني اللي بيساوي بين الناس على اساس انساني ومش ديني. طب ما انت كلامك زي الفل اهو. برنسي يعني. عندك مثلا موضوع اضطهاد المسلمين في العالم. يا معلم، ده احنا متبهدلين بره. ده اضطهاد على ابوه يعني، منع المأذن في سويسرا، منع النقاب في فرنسا، المظاهرات اللي ضد الجامعه اللي في منهاتن. لكن اللي دافع عن المنقبات في فرنسا واحد اسمه رشيد نكاز، ده واحد بقى علماني على ابوه يعني، عمل صندوق لدفع غرامات المنقبات اسمه صندوق الدفاع عن العلمانيه والحريه. ده العلمانيه الحشمه دي، مش العلمانيه ان امك تقلع الحجاب برضو الحاجات الالوان. امنا يا بلدغي، ما تندمكش يا خالد. حتى لما منعوا المآذن في سويسرا حصل ده باستفتاء، للاسف 52 هم اللي صوتوا معاه و48% صوتوا ضده، واعتبروا ان دي عنصريه وان ده ما يصحش يحصل في سويسرا. لكن محدش منع لك بنا مسجد، ولا حرق لك مسجد، ولا منعك انك تصلي، ولا ان انت توزع مصاحف في الشارع. طب ومسجد منهاتن؟ هتلاقي بقى ان اليمينيين المتطرفين في نيويورك هم اللي اعترضوا عليه، وده طبعا حصل بمسندة قناة فوكس نيوز وباقي الاعلام اليميني في امريكا. ولاد لذين واطيين برضو. مين بقى اللي وقف مع المسلمين؟ عندك الليبراليين واليهود الاصلاحيين. اليهود دفعوا عن بنا الجامع؟ برنس والله. المهم، الإسلامي بيتجاهل كل ده وبيتجاهل الحريات الممنوحة للمسلمين، ويفضل يركز على حاجة واحدة بس. بعد الفاصل هنرجع نقول لكم ليه أوروبا قلبت علينا كده هوت، وإيه الحل إننا نقدر نحسن صورتنا بره. استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية ما علينا على الراديو 90 90. أنا باسم يوسف، معايا أيمن وطار خالد منصور. عجبكم صوت الراد الاذاعه الجديد؟ يعني اشتغل بدل اسامه منير. سوفت سبوكن في هوا. المهم، كنا بنتكلم عن دور الضحيه اللي للاسف كتير من الاسلاميين بيحبوا يعيشوا فيه، ان هو بيتجاهل الحريات الممنوحه لينا كمسلمين في بلاد الغرب الكافره، وبيركز على استثناءات زي مثلا حظر النقاب في دوله او عدم بناء مآذن في دوله تانية، اللي هي الحاجات اللي مش بتمس صميم العبادات، وبينسى ان القرارات الشاذه دي جت كرد فعل لخطاب كراهية ديني موجود في أوروبا وأمريكا، والخطاب ده هو كان بيطلع على يد كتير من الشيوخ المتطرفين. أنا هسألك سؤال، إيه اللي هيكون رد فعلك لو أنت إنجليزي أبا عن جد وسمعت واحد مثلا زي أبو حمزة؟ أبو حمزة مين؟ ده واحد بيغني؟ لا يا معلم، ده شيخ متطرف قاعد في إنجلترا وبيكفر الإنجليز وبيحرض عليهم، وهو عايش في حمايتهم وفي كنفهم وبيخطب في مساجدهم، ومن ده بقى شيوخ كتير. برنس والله. اطلع بره يا خالد. ماشي يا سيدي، قارن بقى بين التضييقات بتاعت موضوع المآذن والنقاب، وقارن بكمية الحريات اللي انتزعها هنا هوت الناس اللي بتحكم باسم الدين في بلادنا اللي بيسموها بلاد إسلامية. مالنا يا عم، احنا زي الفل اهو. ايوه، بس احنا بندي لنفسنا الحق في الدعوة للإسلام في دول الغرب الكافر، بنوزع مصاحف في شوارع لندن وباريس وبرلين، لكن هنا بنعتبر ان انت لو تدعو لأي دين تاني جريمة، دخول السياح الإيرانيين نشر التشيع او نقتل الشيعة اصلا، وممكن كمان يحصروا بيت عشان مجرد مسيحيين صلوا فيه،
وممكن يحرق بيت تاني لمجرد انه مواطن مصري نهائي عايش جواه. ده كمان في بعض الدول اللي بتسمي نفسها إسلامية ممكن يقبضوا على مسيحيين وهم بيحتفلوا بالكريسماس في بيوتهم. بصراحة ما يصحش برنس والله. انت ماسكت على دي تمام ماشي. تخيل بقى لو ان اي حاجة من دي حصلت للمسلمين في بلاد اوروبا. ده احنا برنس والله. برنس والله. عشان كده بعد الغضب والمزايدة هتكتشف ان مجتمعاتنا هي المثال العصري للعنصرية وعدم التعايش وكراهية الاخر. يعني احنا اللي طلعنا وحشين؟ لا مش قوي، بس شوية شوية هتعرف ان المسلمين اللي انت بتدافع عنهم وبتستخدمهم كدليل على مدى عنصرية الغرب هم نفسهم بيفضلوا ان هم يفضلوا هناك على ان هم يرجعوا للمجتمعات اللي بتسمي نفسها اسلامية، وللأسف اتنزع منها العدل والتسامح والتعايش اللي هو اساس الاسلام. يا عم احنا زي الفل، البلد دي احسن من غيرها. يعني انا لو جبت لك اقامه في بلد في اوروبا هترفضها؟ اخدها وش يا عم، هو في زي مصر دول ما عندهمش شطافه هناك، خليك قاعد. يعني اللي بيحصل للمسلمين بره ده كله صح يعني؟ لا مش صح قوي، لكن لو قست على اللي بيحصل هنا يمكن اولى بينا كمسلمين ان احنا نزعل على العنصريه والكراهيه اللي للاسف تفشت في مجتمعاتنا، اولى بينا ان احنا نزعل على دين للاسف ما عادش بيعيش بينا الا بمظاهره، أولى بينا إن إحنا نسيب المسلمين في الغرب لحالهم. من غيرنا هم أحسن بكتير، من غيرنا الدين أحسن بكتير. أنا باسم يوسف، أيمن وطار، خالد منصور، استنوا الحلقة الجايه.